مرحبا، عم نطل عليكم يوميا بإن فوكس مع مسيو روجيه زكار. اهلا وسهلا فيك. تنحكي اكثر عن كومن ابلكيشن. قد ما نحكي صراحه عن هالابلكيشن بنكون مقصرين، وبدنا نذكر كل المشاهدين انه فيهم يعملوا داونلود للابلكيشن فور فري اكيد، وفيهم من خلالها يامنوا على اي شيء بيخطر ببالهم باسعار خياليه. اليوم خلينا شوي هيك نغوص بتفاصيل تامين السيارات. مزبوط، نحن خلال هول الحلقات بدنا نضوي على التامين الرقمي ونقول لهم لكل اللي عم بيحضرونا كيف فيهم ياخذوا اي نوع بوليس تامين موجود على الابلكيشن باقل من 90 ثانيه. هلا اليوم نحن عم نحكي عن التامين، اللي هو تامين السيارات. نحن اليوم اذا بنفوت على الابلكيشن رح نتعرف هلا سوا مبدئيا على الطريقه كيف بنقدر انه نعمل التامين دغري على الابلكيشن. نشتري بوليس تامين. اليوم نحن قلنا بدنا نفوت على الابلكيشن، فتنا على الابلكيشن يلي انا وياك عملنا لها داونلود. مزبوط. نحن عندنا كذا نوع تامين، نقينا نوع تامين على السيارات. فبنبدا بالتامين على السيارات. نحن اكيد هون عم بيشرحوا لنا شوي انه التامين على السيارات هن تابع لشروطات التامين يلي حطتها الدوله، فان اخذوها من الابلكيشن او من اي شركه تامين هي ذاتها. هون عم بيقلنا مين الشركة التأمين اللي بتصدر البوليسة وإنه البوليسة بتوصلنا خلال يومين. فنحن بس نفوت على الابليكيشن فينا نحن نأمن اليوم التأمين الإلزامي، فينا نأمن التأمين الإلزامي وضد الخير، وفينا نأمن تأمين ضد الخير. نحن لنقدر نفوت نعمل بوليسة التأمين يا منفوت منسجل عبر جوجل فيسبوك أو كذائي، منعبي المعلومات اللي كانت مطلوبة ونشتري بوليس التأمين. بدنا نضوي بس على السعر، يعني 85 دولار السعر خيالي مبدئيا. كيف بدنا نخبر المشاهدين كمان كيف ممكن يحصلوا على النسخة الأصلية من البوليسة؟ مزبوط، نحن أول شغلة هي بتوصل بوليسة إلكترونية يلي هي ممدية إلكترونية يعني تابعة للمعايير العالمية، وهي أول بوليسة رقمية بتوصل بلبنان. وبذات الوقت للتأمينات يلي هن بحاجة للورقة نحن بتوصل له خلال يومين عنده على البيت وين ما كان بيته. يعني نحن وقاعدين بالبيت بنقدر انه نأمن على السيارة بدون أي مجهود وبأسعار جدا جدا مدروسة. هلا بحال وقوع أي حادث كيف ممكن انه نتواصل معكم؟ هيك معلومات عامة شوي. يعني نحن إذا في أي حادث كأنه أي بوليس التأمين ساري أو ماشي بقلب بوليس التأمين في المعلومات، الاتصال بالخبير او الاتصال بشركه الونش او الاتصال بشركه التامين. هو في بقلب بوليس التامين عند وقوع الحادث يتصل بشركه التامين، واكيد شركه التامين يلي هي كمان كوميرشال انشورنس هي حتقدر تلبيه. هلا كمان في ريمايندر بدنا نحكي عنه بالابلكيشن، خبرنا شوي عن هيدا الموضوع. مزبوط، نحن يلي عم نجرب نعمله انه عم نجرب نخلي كل شيء يكون عبر الابلكيشن. يعني اليوم مجرد عملت بوليسه التامين على الابلكيشن بوليستك التامين تتسيف على تليفونك، يعني ببقى في لزوم تعرفي وين حتى بوليسه التامين وين بدي ضبهم موجوده. فنحن اليوم كل تاميناتك كل محفظه التامين تبعيتك صارت على التليفون، وبس تجي قبل انتهاء التجديد قبل ما انتهاء بوليستك بيجي بوش نوتيفيكيشن، يعني بتجي الابلكيشن بتذكرك انه بوليسه سيارتك قابله للتجديد، تكبسي كبسه زر وحده انه نعم اريد التجديد، وكمان مثل ما كانت السنه الماضيه بتوصل لك البوليسه على البيت والكترونيا عبر تليفونك خلال ثواني. يعني باختصار ابلكيشن كومن سهلة الاستعمال وأسعارها، يعني كيف كان عندكم الجرأة أنه تكون هالقد الأسعار مدروسة؟ نحن الأسعار مدروسة، ولكن هيدي لأنه التكنولوجيا هي المستقبل. يعني كل ما يزيد أعداد العالم اللي عم تعمل أبليكيشن كل ما الأسعار بتوطى، فنحن بنشجع الكل. بدنا نتشكرك مسيو روجيه زكار، وبدي أشكر المشاهدين على المتابعة، وبوعدكم أنه رح نلاقيكم يومياً ونحكي أكثر عن غير مواضيع أكيد، مش بس عن تأمين السيارات، عن كل شيء موجود على أبليكيشن كومن. شكراً.